وصف حاكم السبت المحتل خوان فيغاس المملكة المغربية بالعدو. وتناقلت الصحف الإسبانية إن رئيس حكومة السبت خوان فيغاس توجه إلى مدريد للمطالبة بمزيد من الدعم من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مواجهة ما أسماه العزاء المغربية. واعتبر ذات المسؤول الإسباني أن المغرب قام بخنق الثغر المحتل الذي يتمتع بالحكم الذاتي داخل النظام السياسي الإسباني. ويعتزم فيغاس في اجتماعه برئيس الحكومة الإسبانية في جلسة الهيئة العامة لمجالس الحكم الذاتي استعراض الوضع الناتج عن حالة الانزعاج والغضب الكبير في سبتة بسبب الاختناق الاقتصادي الغير المسبوق الذي تعيشه منذ قرار المغرب إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا ومنه التهريب المعيشي قبل أشهر. وقالت صحيفة أوكي دياريو الإلكترونية أن فيغاس سيستغل لقاءه ببيدرو سانشيز لمطالبة بتغيير موقف إسبانيا تجاه الرباط بسبب ما وصفه بعداء المغرب وتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة للثغر المحتل انضافت إلى الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا. وتضيف الصحيفة أن فيغاس سيعلن من قبة البرلمان الإسباني خلال خطابه في مجلس الشيوخ عن ضرورة تدخل مدريد لإنقاذ سبتة من العداء المغربي الذي تسبب في كساد المدينة سياحيا اقتصاديا وتجاريا. كتبت صحيفة الرياضة السعودية أن الإصرار على حلول غير واقعية بشأن قضية الصحراء المغربية لا تعكس الإرادة الشعبية وتطلعات الساكنة هو أمر عبثي يطيل من أمد معاناة هذه الساكنة ويسهم في بعثرة الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. وأضافت الصحيفة في مقال نشرته يوم الأربعاء على موقع الإلكتروني تحت عنوان الوطن العربي والنزاعات العبثية حمل توقيع الصحفي عبد الرحمن الجديع: إنه من المهم الإشارة إلى أن سكان الصحراء لا يمثلون إقليمية عرقية أو مذهبية، وإنما هم جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المغربي، مبرزة أن أي مقاربة لوضعية الصحراء يجب أن تتسم بالحكمة والاتزان وتعكس وعيا حضاريا في إطار جهود المغرب الواضحة والصادقة لتعزيز التقارب بين دول وشعوب القارة الإفريقية. وفي ضوء ذلك يضيف كاتب المقالة: تجلت جهود الدبلوماسية المغربية الفاعلة في دينامية تتسق مع المستجدات والظروف التي يشهدها عالم اليوم من حيث الاهتمام بالتنمية المستدامة والبناء والازدهار، مؤكدا أن طي صفحة الخلافات أمر يتوائم مع الرؤية الجيوستراتيجية ويتوافق مع المسارات الجديدة التي تؤكد على القواسم المشتركة التي تجمع بين الدول المتجاورة من قيم ومبادئ وتقاليد وتطلعات تتفق مع الذهنية الجديدة التي تولي اهتمامها لتلبية حاجيات المواطن ومواجهة الأزمات الاقتصادية وتدعم جهود السلام والتنمية ونبذ الحرب والدمار. وذكر الكاتب بأن المغرب منذ انسحاب إسبانيا من أقاليمه شمالا وجنوبا عمل على ترسيخ السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة الترابية، معبرا عن الأسف لكون الصراعات في المنطقة وتضارب المصالح أسهمت في خلق حركة انفصالية متمردة على الوضع القائم جنوب البلاد. وأشار إلى أن هذه الحركة كانت مسيرة من قبل بعض الدول التي لا تزال تعيش في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهي فترة عفى عليها الزمن لا سيما في ظل التحولات التي ترفض الانفصال وسياسة تفتيت الأوطان وشردمة الأمة ولا تواكب الواقع السياسي المعاصر. تمكن مغربيان من إنقاذ سيدة مسنة كانت تحاول الانتحار يوم الثلاثاء بمدينة ليتشي بالجنوب الشرقي لشبه الجزيرة الإيطالية. وقد احتل المغربيان واجهات العديد من الصحف الإيطالية حيث وصف هذا العمل بالبطولية. وحسب مصادر إعلامية إيطالية فإن السيدة في السبعينيات من عمرها وهي من جنسية بولونية حلت ضيفة على منزل إحدى الأسر بأحد شوارع مدينة ليتشي.
وأضافت المصادر ذات أن الساكنة ومعها العائلة المضيفة تفاجأت بصراخ العجوز وهي ترمي بنفسها من الطابق الأول، ولحسن حظها علقت بجانب إحدى الشرفات. وفي تلك اللحظة ظهر بين الجمهور مواطنين مغربيين تسلقا المحل الذي يوجد تحت العمارة، ثم استعانا باللافتة المعلقة على وجهته للوصول إلى الطابق الأول حيث علقت السيدة وقد تمكنا من منعها من الانتحار. وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن المواطنين المغربيين عرضا نفسيهما للخطر من أجل إنقاذ السيدة المسنة، إذ بقيا لعدة دقائق معلقين بيد واحدة فيما مدا اليد الأخرى لمنع السيدة المسنة من السقوط. وبعد حضور الشرطة وفرقة تابعة للوقاية المدنية تم إنقاذ السيدة. وقد كتبت العديد من المقالات تنوه بالعمل البطولي الذي قام به المغاربة، حيث وصف بالرجل العنكبوت سبايدرمان لظهورهما في الوقت المناسب وتسلقهما للعمارة في ثوان كذلك لمنع العجوز من السقوط. خلال يوم السبت الماضي أول أيام رمضان بالمغرب، أجرى الملك محمد السادس مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد لتهنئته بمناسبة حلول الشهر المعظم، لكن أيضا للتباحث حول الأوضاع الصحية في كلا البلدين. فالملك محمد السادس له اليوم رغبة كبيرة لتكوين حلف إفريقي متين لمواجهة هذا الوباء الفتاك الذي يهدد الاقتصاد، وهو يعرف أن حماية أرواح البشر باعتبارهم رأس ثمال بشرية أفضل من تجاهل الأرواح وحماية الرأس المال المادية. فقبل أيام قليلة فقد سبق للعاهلي المغربي أن تواصل مع الرئيس السنغالي ماكي سالا ورئيس الكوت ديفوار ألاسان واتارا، وتباحث معهما التطورات المتعلقة بجائحة كورونا في القارة الإفريقية، واقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة. بعد هذه المكالمات قيل أن الملك محمد الثالث اقترح اجتماعا لبعض الزعماء عبر تقنية الفيديو في إطار مبادرة واقعية يقودها الملك تسمح بتقاسم التجارب لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة. وإذ كانت هذه المبادرة الفريدة من نوعها في القارة السمراء قد بدأت بثلاث دول فقط وهي المغرب والسنغال والكوت ديفوار، فمن المحتمل كذلك أن تشمل تونس اعتبارا لعلاقاتها الجيدة مع المغرب، وهو ما يمكن أن نفهمه من الاتصالات الهاتفية المتكررة بين ساكن قصر قرطاج والملك محمد السادس منذ بداية الجائحة، وقد تمتد لتشمل دولا أخرى صديقة للرباط أبرزها الغابون. هذا التعاون الذي يرغب فيه الملك محمد السادس بدأ بالفعل منذ أي من خلال تنسيق مغربي سنغالي إيفواري فيما يتعلق بالبحث العلمي لتطوير أجهزة للتنفس الاصطناعي بشكل مشترك قد تجنب هذه الدول إمكانية استيرادها بأثمنة خيالية من دول أوروبية أو من الصين، وسيمتد هذا التعاون إلى مجال الاقتصاد ما بعد الجائحة، إضافة إلى التعاون في مجالات أخرى بهدف تخفيف ما أمكن من التأثيرات الصعبة على كافة المستويات التي قد تحصل. وفي ذات السياق أكد الملك محمد الثالث وملك الأردن عبد الله الثاني ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وشدد عاهلا البلدين خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء على ضرورة مواصلة التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء وحماية صحة الشعوب وسلامتها. كما أكد الملك محمد الثالث وقوف المغرب إلى جانب الأردن في جهودها لمواجهة الفيروس، وتبادل العاهلين التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما تناول الاتصال عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.